السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمالا لما بدأناه المرة السابقة، كنا اتكلمنا في المحاضرة السابقة والمحاضرة اللي قبلها عن موديول رقم 5 وهو الأكسس، والنهاردة إن شاء الله هنكمل فيه برضو شوية بعض النقاط. تمام، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن آخر تلات آخر نقطتين اتكلمنا فيهم المرة اللي فاتت، اللي هما الريبورت والفورم. هنعيدهم كده سريعا، بعد كده مش هنزود فيهم حاجة، لكن هو كعادة سريعة مش هتاخد مننا 5 دقايق كده اهو، عشان بس نكون انهينا الجزء بتاع الفورم والريبورت ونكون متيقنين يعني ان احنا انهيناهم. بعد كده ان شاء الله هنرجع تاني للتيبل وهناخد جزء بقى اللي هو الريليشن شيبس، ودي بتبقى يعتبر من اهم الاجزاء اللي في الاكسس. تمام، حد بس يا جماعة كده قبل ما نبدأ عنده اي استفسار في اي حاجة مضت او اي حاجة فاتت يعني؟ اللي عنده يا جماعة استفسار يتفضل. كده كله محدش عنده استفسار. طيب هعمل بس شير كده للشاشة. يا ريت بس أستاذة مين معايا في الدعم؟ أستاذة ربك ربي، يا ريت بس أول لما الشاشة تظهر. أستاذ جيست 59، حضرتك تقدر تتابع مع الدعم الفني، هو ما هيرد عليك النقطة دي. وتشرفنا طبعا بوجود حضرتك. تمام، هنشغل بس كده تمام كده يا جماعة. انا هفتح بس كده اي داتابيس كانت موجودة عندنا، وليكن دي. احنا طبعا المرة اللي فاتت عرفنا خلصنا طبعا التيبل والكويري. نتكلم مثلا في الريبورت اللي هو كانت اخر حاجة، استخدم طبعا اللي هي create report by using ويزارد. انا عايز اللي هي الريبورت. احنا قلنا التيبل، هو الجدول، وده اساسي في كل حاجه، وده اللي بيستخدمه في الاساس البروجرامر او اللي عامل الداتابيز ذات نفسها، وبرضه بيستخدمه بس قليلا يعني شويه اللي هو المستخدم او اليوزر العادي. يعني مثلا انا مثلا كبروجرامر او اي حد مثلا منكم عمل الداتابيز، يبقى انت كده فاضل البروجرامر او وضع اللي هو اللي استبلش للداتابيز اللي انشاها، بعد كده هيوديها الواحد هيستخدمها. فالمستخدم ده هو بقى الافضل ان هو يشوفها على طريق الفورم. تمام، بس فانا بضطر بقى ان انا اعمل عندي التيبل او الجدول، الكويري هو الاستعلام عن حاجه جوه الجدول، والفورم. وطبعا الكويري هي طبعا كويسه في حاله اللي هي عشان نعمل عمليه الفلتر، او اللي هي الفلتر باي سيلكشن والفلتر باي رول والحاجات دي، الفلتر اسف باي فورم، وعشان نطلع مثلا نستعلم عن بعض البيانات جواهم، مثلا اللي هو سنه 29 سنه يطلع لي كل الاعمار 29 سنه وهكذا. تمام، طيب الفورم هو طريقة يعني مثلا زي نقول جميلة ان انا ادخل، او طريقة فيها ديزاين عالي ان انا ادخل البيانات او ان انا اظهرها بشكل تاني غير الشكل اللي انا بشوفه في التيبل اللي هو الشكل الستاندرد. اخر حاجة اللي هي الريبورت المقررة علينا في الكورس. الريبورت دي عبارة عن ان انا يعتبر الناتج النهائي او الحاجة اللي بتتبع.
مثلا انا طلعت استعلام معين عن بعض الحاجات، او مثلا في داتابيز عندي او في تيبل عندي انا عايز اطلع مثلا بيان مثلا او ورقه فيها النيم والموبايل نمبر، فراح اعمل ايه؟ هروح حاطط بس في الريبورت ويزارد دي، هختار مثلا من هنا النيم ومن هنا الموبايل نمبر، وراح اعمل ايه؟ اختار بقى الديزاين اللي هم يظهروا بيه، وليكن مثلا عايز اظهر النيم بس اهو والموبايل نمبر اهو. طب لو عايز اخد كل الحاجات بدوس طبعا على السهم ده، لو عايز ارجع حاجه منهم وانا مش عايز اختارها بالسهم ده، عايز ارجعهم كلهم بالايه؟ باخر بوزن تحت. تمام، بعد كده بدوس نيكست، اختار لو do you want to add any grouping level. يعني ايه grouping level؟ يعني مثلا اول واحده تكون النيم، بعد كده تكون متقسمه تحتها ازاي. لا انا عايزها النيم وجنبيه الايه؟ جنبيه الموبايل نمبر. بعد كده ادوس نيكست. هنا مثلا بيقول لي النيم انت عايزه تصاعدي، انا عايز ارتب، عندي حاجه واحده بس انا يعني يعتبر، لان هو يعتبر عمودين، فانا عايز اول حاجه اللي هو النيم ده انا عايزه ascending، واختار مثلا بس يعتبر هو ده يكون بس النيم، وبعد كده بناء عليه هترتب الايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم البيانات، وبعد كده ادوس نيكست. الشكل انا عايزها ازاي؟ تبقى كولومنر ولا تابيلر؟ يعني تبقى على شكل تيبل ولا عمود؟ لا انا هختار عمود بس، وبعد كده نيكست. اختار الشكل او اللي هو الخط هيتكتب ازاي، اختار مثلا ده، وبعد كده نيكست، وبعد كده اقول فينيش. هلاقيها ظهرت لي كده اهو. تمام، عندي امنيه محمد واحمد، ظهر لي امنيه والرقم بتاعها ومحمد والرقم بتاعه واحمد والرقم بتاعه. وانا بروح على طول بروح اعمل ايه بقى؟ لو رحت دايس على العلامه دي هيروح عامل لي عمليه ايه؟ عمليه برينتنج ليها على طول للريبورت اللي انا ايه؟ اللي انا طلعته. تمام، بيروح كاتب لي طبعا اسم اليوزر اللي هو اسم الريبورت بتاعي اللي انا طلعته، انا كان ممكن اسميه اي حاجه في الاخر، بغير مثلا الاسم او اخلي الاسم ده عادي مفيش اي مشاكل. بعد كده بيروح طابع لي الايه؟ بيروح كاتب لي البيانات، وطبعا ما بقدرش اعدل فيها خالص، ده انا بس بعمل زوم اوت وزوم ايه؟ وزوم ان. تمام، هو بس كتب لي في الفوتر تحت اللي هو تاريخ النهارده والبيج 1 اوف 1. طبعا لو كنت عايز اظبطها كنت اخش من الاول خالص في الجزء اللي هو بتاع ايه؟ كرييت فريمورك ديزاين فيو، لان انا بتحكم في الديزاين بتاعي. تمام، ده كده كان جزء الايه؟ كان جزء الريبورت. طبعا لو الفورم اللي احنا اتكلمنا بقى عنه بالتفصيل المره اللي فاتت برضه نفس النظام، ان انا بختار الحاجه اللي انا عايزها تظهر جوه الفورم عندي. يعني انا مثلا البروجرامر اليوزر انا عايزه مثلا يشتغل عن طريق ايه؟ انا عايزه يدخل ايه بس؟ انا عايز مثلا يدخل بس النيم والموبايل، او مثلا ممكن احط له مثلا كل حاجات مفيش مشاكل، وبعد كده راح اقول له نيكست. الشكل مثلا يبقى ازاي؟ كده ولا كده ولا اني شكل؟ اقول له مثلا التابيولر، بعد كده نيكست، واختار مثلا الشكل ده، وبعد كده نيكست، واختار الاسم اللي هو التايتل بتاع الفورم عندي، وبعد كده ادوس ايه؟ ادوس فينش، وهكذا ظهرت الايه؟ الاستخدام الطبيعي بتاعه. تمام، طبعا لو عايز طبعا يدخل حاجه جديده بيدوس تاب ويكتب مثلا سعد مثلا، سعد مثلا. تمام، يكتب بقى الموبايل نمبر بتاعه وديت اوف بيرث، ويختار ميل ولا فيميل، عادي جدا. تمام، ده اللي هو ليه؟ ده الفورم. تمام كده، حد عنده اي مشاكل في الجزئيه بتاعت الفورم او ال بسم الله الرحمن الرحيم او الريبورت؟ عشان بقى نخش في جزئيه الايه؟ الريليشن شيب. تمام، نقفل بس كده الداتابيز دي عشان في داتابيز جاهزه عليها. اسف، اوبن فيو سكرين اي 1 تو 1 اوبن. نعمل بس كده والله. تمام، انا عندي بص يا جماعه، وليكن احنا قلنا مثلا ايه العلاقات هي عباره عن ايه؟ اللي هي الريليشن شيبس بقى، دي عباره عن ان انا مثلا بيبقى عندي جدولين او مجموعه مثلا من الجداول، بستخدم جواها الريليشن شيب او العلاقات دي عشان ان انا اقسم مثلا جدول كبير اقسمه جداول صغيره. طب ليه اقسمه جداول صغيره؟ عايز مثلا احافظ على سريه معلومات عندي. يعني مثلا في
قسم يعني مثلا الداتابيز بتاعت الشركه دي في قسم معين اللي فيه وليكن مثلا ايه بيانات العاملين، او مثلا زي شركه الاتصالات. شركه الاتصالات دي بتبقى يعني تبقى قافله قوي على اللي هو بيانات العملاء، ليه؟ ما بتبقاش غير تحت ايد واحد بس، والواحد ده بيبقى عليه رقابه جامده جدا عشان طبعا تسريب المعلومات، تمام؟ فالموضوع ده بيتعمل طبعا بداتابيس كبيره، بحيث ان هي بتعمل عمليه ايه، يعني مش اي حد يخش جوه التيبل، او حد اي حد يخش يشوف بيانات جوه جدول معين. طيب، طب انا مثلا عندي ابسط علاقه للموضوع ده، انا عندي، او نتكلم في الشغل النظري الاول، انا عندي العلاقات 3 انواع: 1 تو 1 علاقه من جدول لجدول، او علاقه من حاجه لحاجه، 1 تو ميني علاقه من حاجه لكذا حاجه، ميني تو ميني علاقه من كذا حاجه لكذا حاجه تانية. وليكن علاقة من حاجة لحاجة، زي مثلا ايه، كل شخص ليه رقم قومي، وكل رقم قومي ليه شخص واحد، او زي مثلا في وزارة في الاتصالات، شركة الاتصالات، تمام؟ شركة الاتصالات دي بقى الاتصالات مثلا بتعمل ايه؟ لما بتيجي انت تشتري الخط، بتروح قايل لك مثلا انا عايز رقمك، رقم القومي بتاعك بس. بيروح عامل ايه؟ في ريليشن شيب ما بين التيبل اللي عند مثلا وزاره الداخليه، وتيبل ما بين في علاقه ما بين الجدول اللي هو عند الاتصالات، شركه الاتصالات دي وردي، والتيبل التاني وزاره الداخليه مثلا مديها له ببعض البيانات. فهو راح عامل ايه؟ يروح مدخل بس فقط الرقم القومي بتاعك في التيبل بتاعه. يعني انا عندي 2 تيبل، التيبل اللي في شركه الاتصالات دي بيروح مدخل لي فيه الرقم القومي بس، وهو كده كده الجدول اللي عندي والجدول اللي يعني الجدول اللي في شركة الاتصالات والجدول اللي على اللي في وزارة مثلا الداخلية في بينهم علاقة اللي هي 1 تو 1. بيروح عامل ايه؟ بيروح في مثلا وليكن علامة بوزيتيف جنب الاي دي، او اللي هو ناشونال اي دي اللي هو الرقم القومي، او اللي هو الناشونال نمبر، بيروح دايس على علامة البوزيتيف اللي جنبه. اول لما بيدوس على علامة البوزيتيف دي بيروح طالع له كل البيانات الخاصة بيروح طالع له كل البيانات الخاصة. يعني مثلا وليكن انا مثلا دلوقتي رحت جبت خط اتصالات مثلا، خط مثلا موبايل، تمام؟ رحت اول ما رحت جاي الخط، رحت مكلم الشركة عشان يعملوا لي عملية اكتيفيشن للخط، فراح عملوا لي ايه؟ لا، ابعت الرقم القومي بتاعك الاول. بعت لهم الرقم القومي، راح عملوا ايه؟ راح دخلني الرقم القومي عندهم. اولا شافوا الرقم القومي ده متكرر ولا لا، ولا يسمح بتكراره، لان مفيش شخص يمتلك اكتر من خط في نفس الشركه، تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه، راح عامل بعد ما حط الخط ده، راح هو عارف بقى منين لما باجي مثلا في بعض الناس لما يجوا يتكلموا يروح قايل له اسمه على طول، ما خدتش اسمي المره اللي فاتت. او مثلا يقول له طب حاضر يا فندم، احنا هنبعت لك الفاتوره على البيت. طب ده ايه ده؟ هو جاب عنواني منين؟ طب انا ما اديتلوش الحاجات دي. هو بقى في عمليه ريليشن شيب، او عمليه علاقه ما بين جدول اللي عنده وجدول مثلا عند وزاره الداخليه. اول لما هو بيدخل الرقم القومي بتاعي وبيدوس على علامه البوست في اللي جنبها اللي هنشوفها كمان شويه، بيروح جايب له ايه؟ اسمي وعنواني، كل البيانات الخاصه بيا اللي وزاره الداخليه عايزه تديها له، تمام؟ واضح كده يا جماعه؟ دي النقطه اللي هي بتاعت الايه؟ ال 1 تو 1 ريليشن شيب. عندنا نوع تاني اللي هو مثلا 1 تو ميني، مثلا زي علاقة جدول طلاب وجدول مدرسين، أو مثلا مدرس وطلاب. الفصل بيخشوا مثلا، أو الحصة مثلا بيخشها مدرس واحد، إذا المدرس بيدرس لكذا طالب، يبقى إذا المدرس في علاقة واحد لأكتر من واحد. أو مثلا في علاقة مثلا بين جدول الأبهات أو الأب والأبناء، تاني الأب والأبناء. أنا دلوقتي هاجي مثلا على إيه؟ على التيبل بتاع الابهات، هجيب مثلا الرقم القومي بتاع ابو معين او الاسم بتاعه، وانا هحط علامه البوست في اللي جنبه، هيروح جايب لي ايه؟ جدول، او مطلع لي كده زي بوكس في كل ابنائه، تمام؟ وانا هكتب يبقى دي علاقه الايه؟ ال 1 تو ميني. طيب علاقه مثلا الاخيره ميني تو ميني، هي مجموعه علاقتين او اكتر 1 تو ميني. الميني تو ميني علاقه واحد او اكتر، اللي ايه يعني مثلا 1 تو ميني زائد 1 تو ميني. زي مثلا ايه؟ احنا قلنا في الاول في ال 1 تو ميني علاقه مثلا المدرس بالطلاب. طب ما الفصل ده اللي فيه كذا طالب بيخشوا كذا مدرس في كذا حصه، صح؟ يبقى اذا في علاقه ما بين ميني تو ميني، ما بين المدرسين وما بين الايه؟ الطلاب، تمام؟
واضحه كده؟ دي العلاقات اللي هي الثلاث ايه، الثلاث انواع. وليكن دلوقتي مثلا محضر الجدول عشان ما نطولش يعني في الوقت، اللي هو بتاع جدول مثلا دي اول جدول، اللي هو مثلا وليكن دي شركه الاتصالات، هي معاها طبعا الاي دي بتاعي اللي انا اديته لها، وليكن ده مثلا الرقم القومي، وده مثلا رقم الموبايل، وده مثلا واحد تاني رقم الرقم القومي، الرقم القومي بتاعه، وده رقم الموبايل. هما طبعا معاهم الرقم القومي، ومعاهم اللي هو ال معاهم الرقم القومي، مثلا معاهم رقم ال بسم الله الرحمن الرحيم الرقم الموبايل، لان ده حاجه اساسيه معاهم. تمام. طيب نقفل كده الجدول التاني، نقفل الجدول ده ونشغل الجدول التاني. المينستري اللي هي مثلا الوزاره، هو طبعا معاهم الرقم القومي بتاعي ده اساسي، وبعد كده معاهم اسمي وتاريخ ميلادي، طبعا يعرفوا عني كل حاجه وحاجات انا ما اعرفهاش. تمام. والايه والوظيفه وكل حاجه طبعا ايه، وكل حاجه عندي. تمام. ده اللي هو الايه، التيبل بتاع الوزاره، او مثلا ما بين المدرسه، او ما بين مثلا الجامعه وكل وشغل مثلا، ده يبقى تيبل وتيبل. تمام كده. طيب دلوقتي انا عايز اعمل بقى علاقتين، علاقه ما بين الجدول ده، فبعمل ايه ما بين الجدولين دول؟ عندي هنا علامه اسمها علامه ريليشن شيبس، هتلاقوا بوكس وطالع منه كذا، يعني ثلاث بوكسات لو متوصل ما بينهم. تمام. او ممكن من قائمه تولز ريليشن شيبس، اي واحده سيان الاثنين واحد، اول ما بعملهم بيروح جايب لي الايه، هاي تيبل مثلا، ايه هاي تيبل، اول ما بدوس على كلمه ريليشن شيبس بيروح جايب لي الايه، الصفحه دي كده، استنى صغرها كده. تمام. بيروح جايب لي الايه، الصفحه دي، بروح اعمل ايه، كليك يمين شو تيبل، بيروح ظاهر لي الايه، هو طبعا اساسي اول ما انا بدوس على كلمه ريليشن شيب بيروح فاتح لي البوكس ده. هل هو تيبل اللي انا عايز اعمل ما بينه ريليشن شيب، ولا هو كويري، ولا هو بوث كويري اند تيبل؟ لا هو طبعا تيبل. تمام. فهدوس على اتصالات اد، وبعد كده ادوس على مينستري اد، وبعد كده ايه كلوز. بقى كده عندي اتنين جدولين ظاهرين عندي، ومطلع لي كل فيلد نيم فيهم ايه. بس خدوا بالكم ان لازم الريليشن شيب لازم تحصل بين حاجه يونيك، حاجه موحده. يعني ايه؟ يفضل ان انا اعمل ريليشن شيب ما بين حاجه برايمري كي وبرايمري كي، اللي هو اللي كنا عملناها في اول محاضره للاكسس، لازم في كل جدول برايمري كي. يبقى الافضل ان انا في كل ريليشن شيب ان انا اعملها ما بين البرايمري كي والبرايمري كي. لو ما ينفعش احاول اعملها بين حاجتين يونيك، بين حاجتين موحدين. يعني ايه؟ يعني بين نمبر ونمبر. ما ينفعش تبقى رخمه قوي او صعبه، لو عملتها بين نيم ونيم يبقى الافضل ان انا اعملها ما بين نمبر ونمبر، او الافضل ان هي ما بين اوتو نمبر واوتو نمبر، اللي هي الايه مثلا، تبقى وليكن عندنا اللي هي الايه، الاي دي. طب بعمل ايه عشان اعمل الريليشن شيب دي؟ بروح واخد كلمه اي دي من هنا، اروح ساحبها على الاي دي هنا، او العكس اهو، بقف وادوس واسحب واروح حاططها عليه. اول ما بروح يعني اول ما بحسبها، يعني اول ما بحسبها بيروح فاتح لي الجدول ده، بيقول لي edit relationships. راح عمل لي ايه؟ شفت راح عمل لي ايه؟ راح عمل لي خط ما بين كلمة اي دي وحد كلمة اي دي. تمام؟ طب لو عايز اعمل edit في العلاقة دي اللي هنشوفها كمان شوية، ان انا ادوس عليها ايه؟ لا ادوس على الخط الاسود، يعني في ناس ممكن تدوس هنا مش هيجيب لها كلمة اي دي واي دي هنا، او التيبلز اللي انا عامل ما بينهم ريليشن شيب. لا انا لازم اخلي الخط اسود واجي ادوس على الخط بالظبط ده كليك لحد ما يجيب لي هنا الكلمتين اللي انا عامل ما بينهم ايه؟ ريليشن شيب، او اسماء الجدول اللي انا عامل بينهم ايه؟ ريليشن شيب. تمام؟ طيب اذا انا لو جيت قفلت هنا وهدوس ايه؟ دو يو ونت سيف، طبعا انا عايز اعمل سيف للعلاقه دي، هدوس ايه؟ يس. تمام؟ هدوس مثلا على كلمه اتصالات، انا وليكن مثلا بقى ايه؟ انا قاعد في الشركه وواحد جه قدم لي مثلا الخط بتاعه، اللي هو طبعا المينستر طبعا فيها كل الارقام القوميه بتاعت الناس كلها، يعني ما فيهاش اي شك. تمام؟ انا دوس على كلمه اتصالات، لقيت ان في خانه جديده اتضافت هنا فيها علامه البوستيف، اجي ادوس على علامه البوستيف دي مثلا وليكن للرقم موبايله، اللي هو الرقم ده والاي دي بتاعه ده، اسف ده، هروح ادوس على علامه البوستيف، راح جايب لي النيم والديت اوف بيرث والادرس والجوب. جيت هنا مثلا دوس على النيجاتيف، دوس على البوستيف للتاني، جاب لي برده كل حاجه عنده. طب لو قفلت انا من هنا وفتحت عند الوزاره بقى ودوست على علامه البوست، راح جاب لي ايه؟ ان الاي دي ده رقمه كذا، او النيم ده برضه رقمه كذا. دي اللي هي العلاقه الايه؟ ال1 to 1.
تمام. حد عنده اي مشاكل في الجزئيه دي؟ دي علاقه اللي هي الايه، اللي هي ال 1 تو 1. ها هفصل الشير، لو حد عنده اي سؤال او اي حد عايز يجرب يجرب. نعمل بول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 2003 الفيرجن الجديد اللي هو فيرجن 5 نازل ال بسم الله الرحمن الرحيم على 2007 ان شاء الله. يا جماعة جربوا، لو في حد أثناء ما هو بيجرب وحاجة وقفت معايا بلغني وأنا معاكم عادي، مفيش أي مشاكل. السلام عليكم، انا امين. اهلا وسهلا استاذ امين. طب حضرتك غير اسمك من فوق لاستاذ امين، هتلاقي اهلا وسهلا بحضرتك، شرفنا بحضرتك جدا.
انا سالت دي قصة دي هيبقى عامل ايه. ها عايز بس يا جماعة انا بطول اوي في الاكسس، هو والله ما يخلص في حصة ولا اتنين او حصة ونص بكتير، بس انا بس بحب الناس تجرب بايديها. ها هو ليه حصل مش تشرح في امتحان؟ يعني ايه مش فاهم يا استاذ دودو؟ هنمشي على المرحلة التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر يا أستاذ زينب، دلوقتي يا أستاذ ربيك يا ربي هترفع اللينك عليه المحاضرات دي، المحاضرة رقم 20 فعلا، دي المحاضرات كلها السابقة، وفي جروب يبقى اشتراك عليه، ده هتلاقي عليه كل حاجة جديدة. و مش فاهم يعني ايه امتحان. لا مش فهمت. فهمت. لا مش امتحان ده، احنا بس عملنا حاجة يعني، عملنا تطبيق معين وعايز بس الناس بتطبقه، فانا ساكت بس عشان الناس تطبقه دلوقتي. هنعمل كده ما تقلقوش. هنرجع تاني يا جماعة، أول يا ريت أول لما الشاشة تظهر بس تبلغوني، قبل لما نعمل بس بول كده أهو، نعمل نشوف الناس بس اشتغلت ولا لأ. تاني نوع بقى يا جماعة عندنا هو
نوع اسمه ال one to many relationship. يعني ايه؟ نقفل بقى الداتابيز دي، نفتح الداتابيز التانية اللي هي ال one، اسف، view task screen one to many open. نلغي بس كده ال relationship ما بينهم. تمام. دلوقتي اسمه الفازر مثلا، الفازر تيبل هو في الاي دي بتاعه مثلا واسمه وسنه و وظيفته والجدول التاني مثلا بتاع الابناء، الاي دي برضو بتاعه اللي هو الرقم والرقم القومي بتاع الابوات. لما بيجي حد بيجيب اللي هو شهادة الميلاد، او اسمها مش عارف شهادة ميلاد كمبيوتر ولا معرفش اسمها ايه، بيدوله ورقة بيكون مكتوب فيها الرقم القومي للاب والرقم القومي ليه. ليه اشمعنى؟ هو عشان كده، علشان يعني ايه، عندهم الاساسي بيجيبوا منه الاتنين فرعين. لو يكون مثلا اب عنده ولدين او عنده بنتين او عنده اي حاجه سي ان، بيروحوا عاملين ايه، بيروحوا واخدين الاي دي بتاع الراجل او الاب، وبعد كده بيروحوا شايفين مين اللي متشعب منه، مين اللي مشترك، مين اللي مشترك معاه في نفس التيبل. تمام. هو هكذا برضه بيروح هنا الفازر اي دي، ده في ايه، ده في جدول الصن، اللي هو الصن اي دي الابن والرقم القومي والاسم، اسف، واسم الابن وسنه والرقم القومي للاب. وفي جدول الابهات الاي دي ده خاص بالاب واسمه وسنه، ومش ذاكرين اي حاجه عن الابن خالص. تمام. انا بقى باجي هنا في جزء الريليشن شيب، بسحب من جزء الفازر الاي دي ده خاص بالايه، بالفازر، وتحت هنا في الصن في ايه، فازر اي دي، بروح ساحب من ده هنا حتى هو بيبص في الريليشن شيب بتاعي كتب لي ايه، وان تو ميني. في الجزء الاولاني او في الريليشن شيب اللي فاتت او في الابلكيشن اللي فات كان كتب لي ايه، وان تو وان، وبعد كده بدوس كلمه ايه، كرييت. في بعض الحالات لما بنيجي نعملها بيكتب لي هنا رقم واحد وهنا ما لا نهايه. تمام. ليه يعني من واحد، من وان تو ميني. تمام. الرقم واحد بيرمز لكلمه وان، وعلامه ما لا نهايه الانفينيتي بترمز لكلمه ميني. تمام. بعد كده بقى بروح اقفل بقى مثلا الجدول ده، طبعا بيقول لي عايز تمسيف ولا لا، قلت له يس. افتح مثلا الفازر برضه ظهرت لي علامه الزائد، بالاول لما ادوس عليها بيروح جايب لي كل ابهات الراجل ده مين، وعند التاني جاب لي ان هو عنده بنت بس اسمها ايه، لبنى. تمام. هو عنده 35 سنه وبنته عندها 12 سنه. تمام. واضح كده يا جماعه المساله دي؟ دي كده اللي هي الايه؟ طبعا بقى ميني تو ميني دي مش شرط عليها تطبيق لانها بتطول قوي، بس هي بتبقى عباره عن ايه؟ عن علاقتين ميني تو ميني. يعني مثلا عندي اللي هو المدرسين والطلاب، هلاقي في جدول الطلاب الاي دي هات بتاعت المدرسين، وفي جدول المدرسين الاي دي بتاع كل فصل اللي هو متفرع منه الايه؟ الطلاب. تمام؟ ده كده اللي هو جزء الايه؟ جزء الريليشن شيب. طيب، طب انا عندي حاجه مثلا، لو انا جيت في جدول الطلاب او مثلا في جدول الابهات ده، تمام، وجيت مسحت مثلا الكلمه دي، هل هيسمح مسحها عادي؟ طب لو جيت مثلا انا هكتب مثلا وليكن كده هنا ايه، او طبعا نعملها عادي ونخش مثلا في جدول السونز وادوس ايه، يعني هنا دلوقتي اذا انا لما جيت مسحت وجيت رحت جيت دوست هنا كده اهو جابها لي برضه. طب وهنا لغى العلاقه، ليه لغى العلاقه من ده لده؟ طب ليه، ايه اللي حصل؟ عشان انا مسحت حاجه من الجزئيه دي والجزئيه دي. طب اذا ده اي حد كده يخش على الداتا بيز يمسح اللي هو عايزه، اي حد يروح فاتح كمبيوتر يمسح اللي هو عايزه. صح؟ لا، في حاجه بتمنعني، حاجه اسمها هي مارشال انتجرتي، عباره عن ان انا باجي في جزء اقفل ده ثانيه، نشغل الريليشن، نشغل نفس الريليشن شيب تاني عشان ما يكونش حصل فيها اي مشاكل، اي مشاكل. انا جيت على الريليشن شيب، اسف، اهم. تمام. في علاقه هنا معموله ما بين الاي دي والفازر، اول لما جيت دوست على الجدول دبل كليك قال لي ان هو علاقه 1 تو ميني، عندي هي كلمه اسمها انفورس ريفرنشال انتجرتي، اول لما دوست عليها ده بيمنع ان انا يعني ما بيصلحش ان انا ادخل حاجه في الجدول او امسح حاجه الا لما يعني ما بيمسحش حاجه من هنا غير لما تكون موجوده هناك، او بيخلي العلاقه قائمه لو مسحت انا اي حاجه ما بيشيلهاش خالص.
تمام، او برضه ما بيسمحش مش سواء ان انا امسح بس، برضه ان انا ادخل، لازم ادخلها الاول في الجذر الاساسي عشان بعد كده تتشعب فين في الفرعي. طب عندي اول لما يعني اول لما بحط او اشيل كده الجزئيه دي، جاب لي عندي كلمه كاسكيد ابديت وكاسكيد ديليت. ابديت ان هو يعمل لي عمليه تحديث او اول باول، يعني اول لما انا حدثت هناك يروح محدث، مثلا لو حدثت مثلا في جدول الابهات بيحدث لي في جدول الايه الابناء، ولو حدثت في جدول الابناء بيحدث لي في جدول الايه جدول الابهات. طيب وديليت برضو لو مسحت من هنا بتتمسح من هناك، ولو مسحت برضو من سواء من اي ناحيه. تمام، ده كده اللي هو الجزء اللي بتاع الايه الانفورس ريفرنشال انتجريتي. بس الجزئيه دي ما تبقاش يعني مهمه قوي غير لما يعني لو في اكتر من واحد قاعد بس على الكمبيوتر. تمام، ده كده الجزء اللي هو بتاع الايه بتاع الريليشن شيبس. تمام، فاضل لنا حاجه واحده اخيره في ال في ال بسم الله الرحمن الرحيم في الاكسس، هي بعض الاوبريشن اللي بتتم. مثلا لو انا عايز ابدا اعمل فايل اللي هي فايل او مثلا الفازر ده، بعمل فايل برنت واعمل برنت عادي بحيث ان انا اختار الطبعه بس، بعد كده بقول الاول طبعا عايز اطبعه كله، وبعد كده البيج اللي عايز اطبع مثلا عدد صفحات معينه لو في مثلا اكتر من صفحه او في تيبل كبير قوي. اخر حاجه اللي هي سيلكتد ريكورد، اللي لو انا مثلا واقف على ريكورد معين بختار الريكورد اللي انا ايه اللي انا عايز اطبعه، بيروح طبع لي ريكورد واحد فقط. تمام، اللي هو مثلا الابن مثلا او الاي دي رقم كذا وابن الاسم وكل حاجه عنه خاصه بيه. تمام، ده كده اللي هو مثلا زي جزء الايه زي جزء ال الطباعه. تمام، اخر جزئيه هو مثلا بقى ان انا عايز، طبعا هو طبعا كل الحاجات عاديه اللي هي الفايل والنيو والاوبن والسيف والسيف از وكل حاجه دي، مثلا زي البيج سيت اب، المارجن اللي هي اللي فوق واللي تحت، حاجات عاديه جدا. تمام، ده نفس اللي احنا شرحناه فين في الوورد والباوربوينت. تمام، طيب اخر حاجه هي بقى مثلا لو انا عايز اعمل فايند اند ريبليس، لا عايز اعمل كلمة فايند. كلمة فايند ده بيقول لي انت هتبحث عن ايه، لوك ان انا هبحث في الاي دي ولا في الفازر تيبل كله. طيب انا هكتب انا ايه بقى هنا، عندي البحث مثلا بيتم ببعض الحاجات، يعني انا مثلا ممكن ابحث بعلامة الاستفهام دي. يعني ايه علامة الاستفهام؟ يعني انا مثلا عايز ابحث عن الناس اللي هم يعني مثلا ايه وليكن جين، انا عايز ابحث عن كل الاسماء مثلا جين جون او محمد محمود الحاجات دي. تمام، فبعمل كلمة جين وبخلي بدل الحرف اللي ممكن يتغير من جين لجون بعمل علامة مكانه ايه استفهام. ده بيبحث لي عن موضوع اسمه سنجل كاركتر. يعني ايه سنجل كاركتر او حرف واحد؟ بحيث ان هو بيجيب لي كل الاسماء اللي مشتركة فيها حرف مكونة، كلمة مكونة بيبحث لي عن كل الكلمات المكونة من أربع حروف بس الحرف التاني فيها هو بس اللي متغير. طب لو عندي مثلا أكتر من حرف مور ذان كاركتر، لو مثلا عندي أكتر من كاركتر بعمل إيه؟ باجي مثلا وليكن عندي كلمة إيه؟ عندنا مثلا كلمة مثلا برضو جون، خليها جون. ممكن مثلا ان هو جون جي يو دبل اي، يعني ما احطش علامة استفهام بحط علامة ستار، ده بيجيب لي كل الحروف او كل الكلمات المكونة بقى، مش شرط بقى من كام حرف، بس بحيث ان تاني حرف وما بعده بيتغيروا بس بيكونوا مشتركين في حرف الجي والان والدي حسب ايه حسب موقع الجي والان والدي اخر حرفين. يعني اذا ده كده ممكن يلاقي كلمة ايه جون اللي هي جي يو ان اي، او جين جي اي ان اي، او جي مثلا بي بي ان اي، او جي 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 ان اي، مش مشكلة اكتر من حرف. تمام، طيب في ايه تاني؟ لو انا مثلا عايز ابحث عن الاعمار مثلا اللي هي عايز ابحث عن رقم واحد مثلا، عن رقم اللي هو سنجل ديجيت او سنجل، مش كاركتر، كاركتر اللي هو الرموز او الحروف، لكن ديجيت اللي هو مثلا الارقام. انا عايز ابحث مثلا عن الناس اللي مواليد مثلا 1900 واي حاجه مش مشكله بقى، يعني 1900 مثلا في الثمانينات، مواليد الثمانينات
فراح جايب كده وراح عامل علامة اللي هي شيفت داش، هي طبعا علامة الاستفهام اللي في أول اللي هي بتاعت السنجل كاركتر شيفت وحرف الظهر، علامة الاستفهام اللي هي الستار اللي هي جروب اوف كاركتر شيفت وستار اللي هي شيفت رقم 8، تمام؟ مش 8 من الكالكوليتر، 8 في الايه، في الكيبورد اللي هي جنب الباك ستيز شوية. بعد كده عندي مثلا اللي هي الهاش دي اللي هي بتاعت اللي احنا لسه كاتبينها على الشاشة قدامنا دي، دي بتبقى عبارة عن ايه، اللي هي شيفت ورقم 3، تمام؟ ده بيبحث لي بقى عن كل الناس اللي ايه، ده بيبحث لي عن 1980 1981 1982 لحد 1989 ويوقف، تمام؟ يعني بيبحث لي عن كل السنوات اللي ما بين 1979، بس ما بيحطش 79، لحد سنة 1990، وبرضه ما بيحطش 1990، يعني بيحط ايه المسافة اللي ما بينهم، تمام؟ طيب، طب لو انا مثلا في حرفين مثلا ايه متلجلج فيهم، يعني مثلا زي جين، او بلاش مثلا خليها زي جون وجوين اللي هي جون اتش ان، ومثلا في كلمة تانية اللي هي جوين دي انا عايز ابحث عنهم هما الاتنين، اعمل ايه؟ اروح جايب كده اهو، هما مشتركين في الجي والان، واروح جايب مثلا والاو برضه، هو بس بيختلف هو بين حرف الاتش وما بين حرف الايه، انا عايز ابحث عنهم كلهم، فاحط اللي هو القوسين دول اللي هو الجيم والدال، واحط منهم الايه الاتش والايه، يبقى كده هو كده هيجيب لي كل اللي ايه كلمة جون وكلمة جوين، تمام؟ ده كده اللي هو الاذر اوبريشنز او الحاجات اللي هي زيادة في الايه في الموديول اللي هو بتاع الاكسس، تمام؟ عندنا مثلا بقى في جزء اللي هو الكويري، اللي هو الكويري ان انا طبعا احنا شرحنا الكويري وشرحنا كل الايه كل الحاجات دي. افصل بقى كده، لو حد بقى عنده اي سؤال يتفضل يسأله. احنا كده يا جماعة خلصنا موديول الاكسس، يعتبر هو في طبعا النقط اللي هي مثلا زي برنت اللي انا قلت عليها، في بعض النقط بتبقى متشابهة مع الايه مع ال على الـ زي الوورد او اللي هي او الباوربوينت والاكسل، بتبقى في بينهم ثلاث حاجات كذا كذا حاجه كده مشتركه، فدي طبعا ما بتتشرحش لان هي بتكون ايه قررناها كتير في الوورد والباوربوينت والايه والاكسل، تمام؟ لو حد ما عنده اي سؤال. يبقى كده يا جماعة انا كده النهارده خلصت يا جماعة. في مشاكل ولا حاجة؟ هروحكم بدري النهارده. ان شاء الله يا جماعة المرة اللي جاية هيبقى موديول الانترنت، والمرة اللي بعدها يعني ان شاء الله فاضل لنا كده 2 موديول، موديول ال الانترنت وموديول الاي تي، ان شاء الله المره الجايه موديول الانترنت ان شاء الله، هو طبعا الكل طبعا متمكن منه، في ده اللي في لينك. طيب لا مش محاضرة واحدة، خليها محاضرتين. معلش بس يا جماعة خشوا على اللينك ده، ده تقييم للدعم الفني. طب اقيم انا بقى ولا ايه؟ هذا ربك ربي اقيم طبعا. يبقى هدي، هو درجة من كام تقييمك للنظام الجديد المتبع مع الدعم الفني من مطلق الدارين؟ خلاص اول لما اخلص اقيم انا. طب هو الاسم، يعني اسم الطالب ده انا عادي. طب تقييم الدعم الفني كتوتال،
لا خلاص ان شاء الله، خلاص ان شاء الله استاذ رياض، اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك شرفتنا. هو احنا النهارده خلصنا خامس موديول، حضرتك تقدر لو عايز حضرتك تسمع المحاضرات اللي فاتت حضرتك هتلاقي لينك عليها دلوقتي. طب يا ريت بس استاذ ربنا يكرمك ترفع اللينك بتاع المحاضرات السابقه، وفي جروب على الفيسبوك حضرتك تقدر تتابع عليه كل ال يعني دلوقتي حالا ان شاء الله هنزل لكم الكتاب بتاع الاكسس، وان شاء الله هتلاقي عليه حتى الاسئله بتاعت الاكسس اللي فات ده، يعني اللي قبل الجروب ده هو اللي كان اللينك بتاع الصفحه اللي عليها المحاضرات، وده الجروب عندك كل اللينكات مش ما شاء الله. طيب طب هو طب معلش يا استاذه لبيك ربي، حضرتك بس تقدر ترفع الايميلات لو مش عندك حضرتك دي. حاضر انا هرفعهم حالا. لا ولا يهمك. بص يا جماعة انا هكتب حالا بس الايميلات، ثانية اغير بس الخط. امضة محمود ده الايميل اللي هو الخاص بالجيميل ده اللي عايز يبعت عليه عادي، وفي برضو ايميل الياهو اذكر عليمي ات ياهو دوت كوم. ده لو حد عنده اي استفسار يا جماعه في اي اي سؤال يبعت على الايميل ده، والايميل ده مفيش اي مشاكل. تمام. مفيش حد عنده اي استفسار، حد عايز يسال على اي سؤال؟ يبقى كده يا جماعة احنا كده خلصنا ان شاء الله بفضل الله يعني موديول ال ويندوز والوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس. ان شاء الله المرة اللي جاية هنبدأ في موديول الانترنت، وبعد كده الموديول اللي بعديه حضرتك. طبعا انا يا استاذ على الجروب هتلاقي فيه امتحانات انا برفعها كده ساعات، بتبقى زي تيست كده الواحد يعني ايه يجرب ازاي مود الامتحان. ان شاء الله المره اللي جايه باذن الله هنبتدي بقى في موديول الانترنت. وطبعا يعني ايه، طب ثانيه كده. لما كلكم طبعا على الفيسبوك طبعا يعني كلكم بتعرفوا تستخدموا الانترنت. خلاص يبقى ان شاء الله المره اللي جايه باذن الله هنبتدي في موديول الانترنت على طول. ويا ريت الناس بقى الواجب نفس اللي اتطبق المره اللي فاتت يعملوا بقى جدولين، ويبداوا يعملوا موضوع الريليشن شيب ده بالظبط ويبعتوه. تمام. جزاك الله وإياكم. نتقابل بقى إن شاء الله المرة اللي جاية يوم الثلاثاء الساعة 5:30، والنهاردة بس معلش كان جزء بسيط، بس نتقابل إن شاء الله المرة اللي جاية. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، به أبدأ وبه أنهي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.